أنا لا عربي، أنا فلسطينية مقدسية، صاحبة معهد للتحضير الجامعي والإرشاد الأكاديمي. المعهد عندي هون صار له تقريباً 6 سنين، نشتغل على توجيه الطلاب لكيف يختاروا التخصصات الملائمة لإلهم، لنوجههم كيف يشوفوا سوق العمل إيش أكتر إشي بحاجة لإله، كمان كيف يأقلموا المتطلبات تبعت الجامعات، كونهم كمان طلاب، في نسبة كتير كبيرة من طلاب القدس بتوجهوا لجامعات وكليات إسرائيلية بسبب الاحتياج ليفهموا أكتر ويقدروا يندمجوا بالسوق في القدس. كمان بنحاول نساعدهم لاجتياز المتطلبات والمعيقات من ناحية اللغة، من ناحية المهارات اللي بيحتاجوها للاندماج، من ناحية الامتحانات الرسمية الأساسية للقبول كمان، سواء كان امتحانات جامعية، امتحانات طبية، وزارية، رسمية، كل هاي الأمور بناخدها بعين الاعتبار لتوجيه الطلاب. بالنسبة لتوجهنا لفتح معهد من هذا الشكل، أنا بالأساس الخلفية تبعتي لشهادتي الأولى كانت لغات، لغة فرنسية، وكملت دراستي في الماجستير في اللغة الألمانية في ألمانيا، طبعا مع إدارة ودراسات علوم سياسية وعلاقات دولية. بعد ما رجعت على البلد اشتغلت في عدة جامعات، منها جامعة بير زيت اللي هي جامعتي، جامعة القدس كمان، ومن ناحية تعليم وإدارة كمان، والجامعة العسكرية كمان في أريحة، وكمان كلية الطيرة. فكان عندي عدة اطلاعات على متطلبات الجامعات كمان الفلسطينية وشو الطلاب بيواجهوا من مشاكل. لما جيت كمان اشتغلت في القدس لقيت انه عن جد طالب القدس بلاقي شوية صعوبة للاندماج بسبب الظروف اللي بواجهها، بسبب المعيقات اللي عم نواجهها بالقدس ليرجعوا يشتغلوا في طريقة بدراستهم بتخصصهم. ففكرنا انه نشتغل اشي له علاقة في اللغات، وبنفس الوقت اللي نقدر نحقق لهم الاشياء اللي هم بدهم اياها، اللي هي الامتحانات اللي بدهم يتخطوها ليقدروا يشتغلوا او يندمجوا بالجامعات او بسوق العمل. وصلنا شوي شوي مع الوقت الإطار اللي بنشتغل معاهم، يعني تخطينا مرحلة إنه بس لغات لأنه في احتياج كتير كبير. توجهنا كمان لموضوع الدورات المهنية، فالفئات العمرية اللي بنشتغل فيها بالمعهد بشكل رئيسي مفتوحة، يعني بالمجمل هم طلاب اللي بجيل بعد التخرج من المدرسة وما بعد ذلك، سواء كانوا توجهوا لكليات وجامعات أو ما حلفهم الحظ أو ما كان توجهاتهم أكاديمية، عندهم توجهات مهنية. كمان اشتغلنا معهم على مجموعة من الدورات. مرحلة من المراحل كمان اشتغلنا مع الطلاب اللي هم بجيل صغير، الأطفال، كمان على أشياء لها علاقة، برامج لها علاقة في تطوير الذكاء، الذكاء الرياضي، تطوير الذكاء اللغوي. كمان في برامج متخصصة بالرياضيات وبسرعة الحساب الذهني، كمان برامج لها علاقة باللغة الإنجليزية واللغة العبرية. بشكل عام من ناحية الصعوبات المهنية كمان في مرحلة الناس اللي تيجي بتطلع بتسأل مديرة المعهد، سيدة أوكي مش ضروري نلتزم بالقوانين للأسف. هذه الصورة النمطية الذكورية كمان، إنه إذا ما كانش المدير رجل فمش رح تمشي، يعني خلص بنمشي طريقتنا زي ما بدنا. لحد كتير كبير كنت بواجه هذه المشكلة بين ما أثبتنا إنه لا يا عمي إحنا بنقدر ننسق، بنقدر نرتب، بنقدر نتعاون. بيمشي القانون بشكل كتير كبير، كوني سيدة مش معناته إنه المكان مش رح يكون على أفضل حال، بالعكس. أنا بفتخر أني كوني فلسطينية ومقدسية وقادرة أدمج بين أجيال مختلفة في مكان واحد، بين لغات مختلفة بمكان واحد، برغم كل الصعوبات من ناحية حتى مكان، يعني مجموعة الظروف الصعبة اللي بنواجهها لأي بزنس، لأي حدا بده يفتح شركة في القدس كمان إشي مش سهل، من ناحية الضرائب، من ناحية
الأجور العالية من ناحية ساعات الموظفين كمان اللي بتكون عالية، فالموضوع كمان مش بالسهل تقدري دايما تلاقي طريقة اللي ما يكون في أي مخالفات، تسددي كل الأشياء المتطلبات اللي علينا. كمان طبعا الشكر كمان لطاقم عمل يعني ساعدنا لحتى نوصل لهذه المرحلة، بس كنا بالنهاية مقدسيين وقادرين نحط إيد على إيد لنحقق اللي بدنا إياه ونحافظ على مكان كبير مثل معهد توك اللي موجود في وسط القدس، في مكان كتير مركزي هدفه كتير كبير وعم بيساعد نسبة كتير كبيرة من الطلاب. عمود هو ابن البكر، صابته بكتيريا تحايا بعد ما ولدته بتسع شهور. بهذا الوقت أنا كنت بدرس في ألمانيا، طبعا هو ولد طبيعي ما كان عندنا أي إشكالية صحية، بس طلعت أكمل ماستر وكان معي طب رفقتي. في هذيك المرحلة صابته بكتيريا نادرة جدا، هي بكتيريا موجودة ولكن بمستويات مختلفة، ف يعني لا قدرنا كان المستوى الأصعب من نصيب عبد، وقدرنا يعني بصبر وبمساعدة الظروف كتير، بمساعدة الأهل كمان وأنا وزوجي طبعا بالدرجة الأولى، اللي حاولنا أنه نكون واعيين نتخطى الصدمة في هذه المرحلة، أنه كنا ممكن نفقد ابننا بخلال ثواني. كل يوم مع يوم الدكاترة يقولوا لنا أنه فرصة الحياة تبعته كتير ضعيفة، بدكم تتحملوا، ممكن يطلع بنتائج كتير، ممكن ما يعيش، ممكن يخسر النظر، السمع، الأطراف. طبعا هاي الأطراف كانت يعني إشي تحصيل حاصل بالنسبة للدكاترة إنه هذا أكيد رح يخسره، كمان بالإضافة لفشل بأعضاء كتير داخلية في جسمه. فصبرنا كتير وتحملنا مدة 5 شهور بنسبة عدد عمليات كتير، وقدرنا نتخطى هذه المرحلة. كنا بدنا ابننا بالنتيجة عايش بناتنا، كنا مأمنين إنه ما صار معانا هذا الإشي بدون أي سبب، كان في سبب أكيد، كل شيء في حكمة لإله، فكنا متأكدين إنه في سبب لإنه ابننا اللي إحنا كتير منحافظ عليه. يعني أنا كمثل أي أم كابن بكر وشايفته الأول والأخير في الدنيا، فكانت قديش منحافظ عليه أنا ووالده كان بشكل كتير كبير مش شوي. هو بالأساس من منطلق إنه إحنا كنا مأمنين إنه في هدف، لأنه ابننا تحديداً عبود تصيبه هذا النوع من التجربة في الحياة، كنا بدنا يعني مقتنعين إنه في طريقة، في أسلوب لازم نتعامل معه بطريقة مختلفة، وإذا كنا إحنا اعتبرناها إن هي إشكالية فمش رح نقدر نساعده ولا بأي وقت من الأوقات، فكنا نحاول دائماً نشوف شو في إشي اللي يخلينا نطلع من هذا الحزن الأسود، إنه أنا عندي طفل احتياج خاص مش عارفة أتأقلم فيه، مش عارفة أخذه. لا كل شيء إذا طلعنا عليه من النص المليان في الكاسة رح نلاقي إنه في طريقة نشوف من خلالها أو ننفذ أو نكتشف إنه عندنا قدرات شغلات. يعني إحنا مع عبد ومع تجربتنا في هذه في وجود ابن عنده احتياج خاص، إحنا تعلمنا منه، احنا تعلمنا كيف نعمل، كونه كمان انا وزوجي باسرنا الكبيره ما في ولا اي حدا عنده احتياج خاص، يعني احنا ما شفنا نموذج، احنا علمنا نفسنا كيف نتعامل مع طفل احتياج خاص. كل مره نحاول نلاقي شيء جديد لحتى ما بدنا دائما نكون هالجانب اللي بقدر الومه، بقدر العن الظلام قد ما بدي، بس كمان في ضوء موجود بقدرش انكر وجوده، اللي هو بخليني ما اشوف شو في اسود حوالي، بخليني من خلاله افكر انه لا انا بدي امشي لقدام، بدي ابني يكون مميز، وبديش اياه يكون طفل طبيعي، لانه هو اساسا مش طبيعي بس رح يكون فوق الطبيعي، وهذا اللي خلانا دائما هذا الداعم تبعنا انه احنا مأمنين بابننا، مأمنين انه لازم يكون له حقه بالحياة الطبيعية جدا وبتميز بزيادة، يعني مش كطفل طبيعي، لا أكثر بشوي.
برأيي أنه كل الستات بيقدروا، كلياتنا وبالذات السيدات، وبتحيز للسيدات، عندكم قدرات وقوة أنتوا ما بتقدروا تعرفوها إلا إذا جربتوا. يعني ما تخلي حواجز واقفة قدامك وتقولي ما أنا عايشة في بيئة صعبة، لا لا، كلنا بنقدر نتخطى البيئات اللي احنا موجودين فيها. اذا انا بدي اياها صعبه بخليها صعبه، اذا انا بدي اياها سهله برح يعني شوي شوي مره مع مره رح اقدر اتخطى. سواء كنت سيده عامله او ست بيت، دائما لازم تلاقي طريقه ورح تقدري انك توجدي طريقه تكوني مش بس ام تقومي بواجبك، لا احسن من هيك كمان، وكون هذه النظرة إنه كيف قادرة تعملي هيك؟ لازم تخليكي دايماً موجدتيها بين نظر اللي حواليكي، كيف قادرة تتحملي؟ كيف قادرة؟ لأنك أنت بتقدري. أنا متأكدة إنه كل سيدة مجرد إنها هي أم عندها قدرات وقوة، بس بدها تعطيها مجال فرصة ورح تكتشفها عندها. سواء كنت كمان مرة طفل احتياج خاص، أو عندك عدد أطفال كتير ومش عارفة ترتبي، وكنت متعلمة أو مش متعلمة، صارت التكنولوجيا بين إيدينا موجودة، دايما في طريقة نتعلم فيها، دايما في طريقة نستشير فيها ناس عندهم خبرة، وبتقدر توصل إلى الطموح اللي بدك إياه وأكبر كمان. احنا بالقدس مش خيار لنا انه نعشق القدس، بنحافظ عليها، بنكون فخورين فيها. وحتى لما بحكي للطلاب بقول له، يعني اي طالب بتصرف بقول له انت ابن القدس، او اي طالبه من طالبات المعهد بقول لهم انتوا ابن وبنت القدس، النظر عليكم دائما، فانتوا دائما لازم تكونوا النموذج الصح اللي الكل بيقول نيالك انت موجود بالقدس، فانت تستحق هاي الكلمه نيالك، ونيالك انك انت متحمل مسؤوليه حدا تاني مش متحملها. تمام، واحنا قدها، وشبابنا بيقدروا يكونوا الصبايا الموجودين بالقدس، وبالذات سيدات القدس بكل الاعباء اللي موجوده عليهم.